مهم جدا، هل الست لما بتيجي تضحي التضحية دي بتبقى حق مكتسب، ويقوم الراجل بقى يبتدي يفرد عضلاته وبعد كده يبقى هي لو ما عملتش الحاجة دي بتبقى دايما مقصرة ودايما عندها احساس ان هي مقصرة، بس لان هي دلعت من الاول وابتدت هي اللي تبادر بحلول المشاكل وبتبادر بحاجات تانية كتير، ولا ايه رأيك يا نديم؟ رانيا انت دخلت دلوقتي في موضوع حساس قوي بالنسبة لي. لا انا بشوف يا رانيا انه بصراحة الست دايما وبالذات في مصر والمجتمعات الشرقية الست دايما بتدخل العلاقة جامد قوي وبتبتدي تقوم بدور الراجل وتبتدي تضحي، ولما تبتدي تضحي بيبقى خلاص الوقت فات بقى، وبيبقى هو اتعود وتعود على الدلع وتعود ان هو يعني ياخدها كده كانها حاجه زياده في حياته مش الست اللي معاه وكده، فبتبتدي بقى هي خلاص مع الوقت بقى بتبتدي تحس بمضايقه وتزهق كل الكلام ده. بس انت عارفه يعني برضو علشان انا برضو يعني شويه نصيره الرجال يعني، بس برضو الراجل لما بيدي تو ماتش وبرضو هو اللي بيضحي، هو مفروض طبعا ان الراجل يضحي ويحتوي وكل حاجة، بس لما بيدلع زيادة عن اللزوم الست بتتلت عليه. فانا شايفة ان الدلع زيادة عن اللزوم سواء من الراجل او من الست بيخلي الطرف التاني ساعات بعد شوية بيحس ان ده حق مكتسب وبيبتدي يبقى عنده حته من الانانيه كده، صح؟ رانيا لا هي مش فكره كده، هي فكره ان احنا لحد دلوقتي مش قادرين نفهم ان في لازم نعمل توازن، يعني ما ده ما يديش قوي والتاني ما يديش خالص، او دي ما تديش قوي وتقلي عليه وتقل عليها. لا مش بيقولوا لي كده؟ ايوه طبعا. انا بالنسبه لي انا مش بصدق خالص في الحاجات دي، وبشوف انه التوازن ده بيبقى سر نجاح اي علاقه بصراحه. طيب احنا النهارده هنقول لكل ست حاولي ان ازاي تثبتي شخصيتك قدام الراجل، بس مش تثبتيها يعني ما مش لازم حته فاليانا يعني، ممكن تثبتيها كده يعني الدراسه بتقول الكلام ده. اول حاجه الدراسه بتقول ايه؟ اوعي تتطوعي وتتبرعي وتحلي اي مشكله ماديه لجوزك، يعني اول ما تجيله مشكله ماديه ما تقوميش كده ايه تهمي وتتبرعي، انت سيبيه الاول يقعد يلف كده ويشوف هو هيحل المشكله دي ازاي، ولما يعجز خالص عن الحل يبتدي ان هو يجيلك، فتبتدي ان انت تساعديه وتقولي له كمان ايه هنفكر، ما تديلوش كل حاجة سهلة، لان بعد كده هيتلاقيه هو جاي يرمي عليكي المشكلة وخارج هو يلعب بلاي ستيشن او يقعد على القهوة مع اصحابه يعني. ولا ايه رأيك؟ الجيل ده بتاع البلاي ستيشن دي حقيقة. بس انا شايفة طبعا ما ينفعش ان انت يعني تتدخلي في حل مشاكل جوزك لما الموضوع يتطلب، ما تقوليش انا هحللك بقى على فكرة كل حاجة عشان في الاخر هيجي على دماغك. لو الموضوع ما مشيش هيجي على دماغك في الاخر. بس برضه صراحة انا شايفة في نوع من الستات، انا مش منهم يعني ولا حاجه، ماشي بس يعني اوكي دلوقتي يعني انا ورانيا يا جماعه هنكون مختلفين في الاراء يعني في نوع من انواع الستات بتحب تبقى عندها حته من السيطره على الراجل في الحته دي، وانا شايفه ان دور الست في حياه الراجل لازم يكون مؤثر، فدايما يبقى هو بيحاول يرجع لها، يعني ده مش معناه ان هو يعني مش معناه دلوقتي انا ابتدت لا يا جماعه افهموني مش معناه ان هو ما يقدرش يعني ما يعملش حاجه من غيرها، ولكن هي بتحسسه ان لما يشاركها الراي بتبقى كده خلاص اتحدنا وبقى الراي واحد، حتى لو في حصل اي تقصير او المشكله دي كبرت برضه هو بيحس شويه بالامان ان معاه سبورت يعني. طيب الدراسه بتقول برضو ان اوعي تدي جوزك هدايا غاليه، ليه؟ لان ساعات الرجاله بصراحه يعني بيبقوا عمليين جدا، فبيشوف ان انت لما بتجيبي له هديه غاليه ان انت عايشه في بابلز بابلز بابلز، يعني انت عايشه في حته تانية غير الواقع فيها، وان الفلوس اللي اتصرفت في الحاجه الغاليه دي ممكن كان يتعمل بيها حاجه تانية. برضو الرجالة برضو عندها حق شوية، يعني مش لازم نعمل يعني exaggeration أو أن أنت تكبري قوي في موضوع تغالي، مش تكبري تغالي في موضوع الهدية. وكمان في رجالة من كتر ما هم عمليين يحب قوي أن أنت تجيبي له مثلا لابتوب، مش مثلا لا ده مش النوع المفضل بالنسبة لي مش مفضل بالنسبة لي لا يعني أنا لا أصل
برضو يا رانيا هتدخليني في حاجات. ادخلي انا عايزاكي يعني تدخلي. لا يعني ماشي حلو ان انا اجيب هدايا وكل الكلام ده، بس بصي هو برضو كله بيبقى ديبيندز بصراحه على العلاقه، وديبيندز على الشخصيات، وديبيندز على اللي قدامك انت بتتعاملي اصلا من الاول ازاي. يعني اهو انت هتكوني عارفه هو هيكون محتاج ايه، وهو لازم كمان يكون عارف انت محتاجه ايه. ما انت تفضليش برضه تجيبي وهو مش بيجيب حاجه، معلش بقى يعني. لا انت بتقدمي السبت عشان الحد نصحه برضه. نصحه. ايوه انا برج العذراء ونصحه جدا. برافو عليك. النصيحه بقى اللي جايه اللي الدراسه بتقولها دي بقى الدراسه، وانا بقى بقولها وكل ستات مصر كلها هتقولها، اوعي 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 تسيبي شغلك ويقول لك لا انت مشغوله على طول، وانت لازم البيت محتاجك واولادك محتاجينك، فانت تسيبي الشغل وتقعدي. فساعتها اللي بيحصل ان هو بيحس ان انت خلاص يعني فاضيه بقى، ومش يعني مش عايزه اقول بتصغري، بس يعني اللهفه ما بتبقاش زي ما بتبقي انت برضو شغاله وكده. فانا دي بصراحه حكمه، اوعي تسيبي شغلك. ولادك بقى يعني هتيجي على نفسك، هتضعفي مجهودك، مش هتنامي، هتسهري، هيجي على حساب صحي، ماليش دعوه، بس محدش يسيب شغله. رانيا لاول مره هتفق معاكي وهقول لك ايوه فعلا صح، دي حقيقه. ركزي في شغلك، وركزي ان انت تكوني من وانت في الجامعه مش مركزه بقى هرتبط بمين وهتجوز مين لما اتخرج ويا مامي وانا خايفه، لا ركزي في شغلك وفي دراستك، وده هيجي مع الوقت يعني. بس طيب مش عارفه يا نادين، يا ترى لو انت بقيتي مامي هتعملي ايه؟ هتسيبي شغل وتقعدي جنب البيبي ولا انت بتكلمي؟ ها؟ لا ما اقدرش يعني. يعني هيبقى تقدري تو تراست او ان انت تثقي في حد تسيبي له البيبي بتاعك؟ مش انت هتدخليني بقى دلوقتي يا رانيا في حاجات. ايوه انا بزنقك، انا بزنقك، انا قصدي بزنقني. لا بس مثلا ان كل واحد يوفر يعني يظبط يومه على اساس انه ما بقاش انا طول اليوم قاعده بالبيبي، وما يبقاش هو طول اليوم قاعد بالبيبي. انت عايزاه يقعد بالبيبي؟ لا صح، انا موافقه على فكره. ايوه هو لازم يشيل مسؤوليه برضه. بالظبط، احنا عندنا في مصر يا جماعه ما حدش يعني دايما المسؤوليه كلها بتترمي على الست، ودايما الست هي لازم تقعد في البيت وتضحي، وده اللي انا كنت بقوله من الاول، انه لا ما ينفعش تضحي وتسيبي كل حاجه عشان في الاخر هيجي على دماغك. ركزي معايا بقى. دي الاجيال الواعده الجديده. انا بشجعك، انا وعايزه اتفرج عليكي لما تجيبي بيبي. طبعا يعني نادين هتقولي ايه؟ بصي انا طالعه النهارده هوا، انا هسيبه معاكي لحد ما اخلص. ايوه بس